بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا نبتدي مع بعض متابعة لأهم الأخبار اليومية وأهم عناوين الصحف والمنشطات في الصحافة المصرية والعربية. وهيكون منورنا الكاتب الصحفي الأستاذ رامي عامر. صباح الخير أستاذ رامي، وأهلا بحضرتك معنا النهاردة. واسمح لي في البداية نعمل عرض سريع لأهم عناوين الصحف اللي هنتكلم فيها مع حضرتك. الحقيقة أول خبر معانا هيكون من الشروق في الصفحة الستة، حوار مع مخيون: مرسي رفض النصيحة وقال لي أنا مستمر للنهاية والجماعة الإسلامية شجعت الإخوان على الأخطاء. الحياة في الصفحة الأولى: في مصر الحكم يمضي في محاكمة الإخوان ويواجه معضلة في تمرير تعديل الدستور. المصري اليوم في الصفحة الثالثة: المناطق العازلة مع غزة خلال 3 شهور. المصري اليوم في الصفحة الخمستاشر: الشاهد يدين والي وعبيد وسالم في أرض البيضية. الشرق الأوسط في الصفحة الخامسة: تركيا تسخر من التهديدات السورية وتتوعد النظام بدرس لن ينساه. العالم اليوم في الصفحة الأولى: حزمة إجراءات لمواجهة أزمة السياحة الراهنة. الجمهورية في الصفحة الأولى: نقل اللواء باز من السجون يثير عاصفة من الجدل. الحياة في الصفحة 12: السعودية والإمارات في مصاف الدول العشرين الأكثر تنافسية. الأهرام في الصفحة الأولى: منح الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعات. والأهرام أيضا في الصفحة 21: انسحاب الوفد المصري من مهرجان ملامو السينمائي بالسويد. وأخيرا الشرق الأوسط صفحة 17: من 1905 إلى 2013 صفقات غيرت تاريخ كرة القدم. أستاذ رامي، أول خبر معانا من الشروق وحوار مع مخيون. والحقيقة الحوار ده يعني طبعا كل شيء بينقسم لشكل ومضمون. أنا بيهمني هنا الكلام اللي بيقوله الدكتور مخيون، يعني هو كلام يعني ينطوى على قدر من السخرية. هو بيتكلم أولا بيقول مرسي رفض النصيحة وقال لي أنا سأستمر للنهاية. هو مش مهمة حزب النور ومش مهمة الدكتور مخيون إن هو يدي نصيحة في الخفاء، يعني هو مهمته كحزب سياسي إنه يدي نصيحة في العلن ويقدم برامج بديلة ويقدم استشارات بديلة لرئاسة الجمهورية. فهو لما يجي بعد سقوط النظام يقول أنا والله أنا نصحته وهو ما خدش بالنصيحة، فده موضوع بيضحكني أنا شخصيا. فيعني أنا يعني أول حاجة قريتها الصبح وضحكت، فأنا بشكر دكتور مخيون. الحاجة التانية بيقول الجماعة الإسلامية شجعت الإخوان على الأخطاء. القصة كده بقت عاملة شبه الجثه اللي لقوها في قريه، وبدا كل عمده ايه يرميها للقريه اللي جنبه لغايه ما اتنقلت من اسكندريه لاسوان. كل واحد بيتعامل مع مصر على ان هي في جريمه حصلت. الاخوان بيقولوا السلفيين، والسلفيين يقولوا الجماعه الاسلاميه، والجماعه الاسلاميه بعد شويه تقول تنظيم القاعده. فكل واحد بيرمي المشكله على الاخر، بينما الاصل في الموضوع ان كل دول يعني متجمعين مع بعض فيما يعرف بالتيار الاسلامي السياسي او ما يطلق عليه مجازا تيار الاسلام السياسي، هم السبب الحقيقي في المشكله. لانه احنا بنتكلم عن تيار ديني يميني متشدد، مش من المفروض ان هو يعني يكون ضلع من اضلاع السياسه بالاصل. فهي دي المشكله الحقيقيه، مش المشكله ان هو نصح الدكتور مرسي، ولا المشكله ان الدكتور مرسي ما سمعش. تواجد الدين في السياسه هو ده الخطا اللي افتكر خلط الدين بالسياسه. هو طبعا ده خطا طبعًا كبير طبعًا. خطا كبير. الحقيقه في الصفحه الاولى: مصر الحكم يمضي في محاكمه الاخوان ويواجه معضله في تمرير تعديل الدستور. هنا الحقيقه المهم في الموضوع فكره تمرير تعديل الدستور. الأزمة هنا أنه إحنا بنتكلم دايماً عن تعديل الدستور، بينما الأوقع والأفضل نتكلم عن كتابة الدستور جديد. لأنه خاصة أن الدستور الـ 2012 دستور الإخوان كان دستور مهترئ جداً، يعني ما كانش فيه أي قدر من التماسك، وبالتالي فكرة أن أنا أعدل فيه، يعني أنا بعدل في حاجة يعني في كيان أصلاً في مشاكل كبيرة. فأنا إما أن أنا أعمل دستور جديد، إما أن أنا أرجع لدستور 71 مع بعض التعديلات، أو حتى على فكرة دستور 54 مع بعض التعديلات هيكون جيد. بس هو بالفعل حصل الغاء لكتير من المواد، وبالفعل ده مش صح. حصل ده مش صح، يعني لما يكون في عدد المواد الملغاه هتبقى قد عدد المواد او المعدله، يبقى قد عدد المواد اللي مش هيمسسها تعديل، الامر يبقى غريب. الحاجه الثانيه هنا الخبر الحقيقه كان بيتكلم عن الماده 219. الماده 219 اللي هي بتفسر فكره احكام الشريعه اللي كانت في الماده الثانيه كده. احنا كده تيار الاسلام السياسي او نسميه التيار السياسي المتاسلم، التيار ده بيحاول ان هو ياخد خطوات للامام. الاول كان بنتكلم عن مدنيه الدوله، بعد كده جاء السادات الله يرحمه لاسباب كتير عمل الماده الثانيه علشان يمرر فكره يعني الانتخاب لاكثر من دوره. دلوقتي هم بيتكلموا كمان عن ماده اخرى مفسره للماده الثانيه، بعد كده يتكلموا عن ماده مفسره ل 219. لا، احنا الحقيقه يعني اضعف الايمان ان احنا نرجع المربع رقم واحد يتم الغاء هذه الماده، مش الكلام عن تعديلها، لان هي ماده يعني
اصلا ماده غريبه غير دستوريه، ماده فيها تطويل غريب جدا. كمان المواد المصادر المعتبره اللي بتكلم في بيتكلموا عنها في الماده دي، في كتب كتير بتدعو لقتل الاخر وبتدعو يعني للاستيلاء على محلات المخالفين في الدين مثلا، ودي بتعتبر من المصادر المعتبره. فمن الممكن دستوريا انه حد يقدم مثلا مشروع قرار استنادا على هذه الماده من هذه الكتب اللي هي مصادر معتبره. فاحنا بندخل نفسنا في مشكله، يعني في النهايه هو تلاعب بالالفاظ. هي الشريعه نفسها كلمه شريعه اسلاميه هي طبعا اصلا تلاعب بالالفاظ. فيعني هي قصه تعديل الدستور انا عندي عليها تحفظ، المفروض ان احنا بنكتب دستور جديد، ده الاوقع في هذه المرحلة المصرية يعني. حتى لو أخذت وقت أكبر. المصري اليوم المناطق العازلة مع غزة خلال 3 شهور. هنا فكرة المناطق العازلة يعني أعتقد أنها تكون يعني موفقة جدا في فكرة القضاء على الإرهاب في سيناء. لأن تلاحظي حضرتك تربطي بين مثلا 2 عادل، عادل حبارة اللي قبضت عليه القوات المصرية اللي هو رئيس تنظيم القاعدة، وعادل عبد المجيد اللي قبضت عليه حماس في غزة رئيس الجالية المصرية. فإحنا من الواضح إن إحنا لا يصدر لنا دلوقتي من غزة إلا يعني عادل. إلا الإرهاب يعني. فإحنا عايزين ننتقل بقى من مرحلة القبض على عادل، التبادل القبض على العوادل دي، وندخل في فكرة إنه هذا القطاع في مسؤولية كبيرة، في مسؤولية تاريخية ومسؤولية بحكم الدين وبحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا بتقع على عاتق مصر طبعا. لكن هذه المسؤولية مش من ضمنها استيراد الإرهاب. يعني اللي بتكلم عن الأنفاق إن هي بتوصل مساعدات لأهالي غزة، الأنفاق كمان بتوصل لنا أمور إحنا مش عايزينها. فإحنا عندنا معابر شرعية نقدر إن إحنا ندعم بيها غزة من ناحية المالية. لكن فكرة غلق الأنفاق بالكامل دي فكرة مهمة، لكن الأزمة اللي بتحصل إن في أنفاق بتنتهي في البيوت. يعني ده من الصعب. يعني من الصعب القضاء عليها إلا بهدم البيوت نفسها. فمن الأفضل إن إحنا نعمل يعني شريط عازل يكون ما فيهوش سكان، وزي ما يعني أهلنا في النوبة أيام بناء السد العالي قبلوا عشان مصلحة مصر إن هم طبعاً هم أهلنا في سينا كمان أهلنا في سينا مش أقل طبعاً وطنياً، هم يعني الجزء الرفيع ده الشريط الرفيع يعني ينتقل لمكان آخر، يعني مش هيكون يعني ما أعتقدش إن ده تمن غالي عندهم يعني. أعتقد إن هو يعني أهلنا في سينا والمصريين اللي في سينا يعني أفتكر هم نفسهم أكتر ناس مهددين بالإرهاب. صحيح. وحقيقي إذا كان في حد عايز يتخلص من الإرهاب فهم قابلين يعني في 9 شيوخ قبائل طبعا يعني استهدفوا في الفترة الأخيرة، فده أكيد أمر يعني أكيد الأمر بدأ يكبر جدا يعني أكيد. فالمنطقة العزلة هتكون حل كويس يعني. المصري اليوم شاهد يدين والي وعبيد وسالم في أرض البيضية. هنا الحقيقة يعني حابب أعلق على الموضوع بعيدا عن تفاصيل المحاكمة. هي والي وعبيد وسالم وكل الناس دول مش المفروض اصلا ان هم يحاكموا بهذه التهم، لان هذه التهم يؤخذ منها ويرد. ممكن القاضي حضرتك عارفه يعني الحكم عنوان الحقيقه، القاضي بيحكم بما لديه من اوراق. فالناس دي معظمها علشان الناس ما تبقاش مصدومه، معظم النظام الاسبق هيطلع براءه، لان القضايا اصلا اللي بيتكلموا فيها معظمها هتقول الى تعويضات ماليه. احنا ما نقدرش بالقانون ان احنا نحاسبهم على الجرائم السياسيه اللي عملوها، عن فكره تزوير انتخابات وفكره التعاون مع الجماعات المتاسلمه وتمكينها من المجتمع بصفقات. الامور دي كلها، التخريب ده، تفتيت الطبقه الوسطى، الامور دي كلها مش هنقدر نحاسبهم عليها. فده يعني القضاء بياخد مجراه في هذا الاتجاه، لكن ده درس بيعلمنا ان احنا لازم نبني الدوله الجديده على فكرة سيادة القانون. سيادة القانون لا تتحقق إلا بثلاث أمور وما هماش بدعة موجودين في العالم كله. يكون عندي نص محكم، نص قانوني محكم، حاجة تانية تطبيق جيد لهذا النص، والحاجة الأخيرة بيبقى عندي رقابة على هذا التطبيق. فإذا ما حصلش الثلاث أمور دول في مصر هيكون من الصعب إن احنا ننتقل لفكرة سيادة القانون. وسيادة القانون والنص المحكم هو اللي هيتيح لنا محاكمة أي نظام آتي على أي جريمة سياسية. لازم القانون يتضمن فكرة المعاقبة على الجرائم السياسية. تركيا تسخر من التهديدات السورية وتتوعد النظام بدرس لن ينساه. تركيا دلوقتي يعني يعني ناقص ان هي تقول يعني تبرعوا بتحالف، يعني هي عايزه تدخل اي تحالف لضرب سوريا. فهو من الواضح ان القصه في تقديري اللي هي فكره محاوله تمكين الاخوان من سوريا بعد ما فشل مخطط التمكين في مصر علشان يبقى لهم وجود في الشرق الاوسط. لان تركيا اعتقد ان السياسه التركيه بعد فشل النظام التركي في الانضمام للاتحاد الاوروبي اعتقد ان هو يعني قائم دلوقتي على فكره
محاوله استعاده امجاد الخلافه العثمانيه عن طريق فرض السيطره على تحول طبعا لقوة اقليميه وفرض السيطره على عدد من الدول. طبعا فشل ده في مصر وان شاء الله يعني مش هيتمكنوا من سوريا ابدا ان شاء الله يعني. ان شاء الله. حزمه اجراءات لمواجهه ازمه السياحه الراهنه. في ازمه السياحه هنا في حاجه كنت عايز اقولها، انه يعني القوه الخارجيه للبلد اي بلد هي فائض القوه الداخليه بتاعتها. فهنا الكلام كله في هذا الخبر كان عن السياحه الخارجيه. طبعا ده شيء مهم، ولكن لما نيجي نبص دلوقتي مثلا نسبه الاشغال في الاقصر 3%. الاقصر من كنموذج يعني من المدن اللي المصريين بيروحوها كتير. طب احنا دلوقتي عندنا فشل في الترويج الداخلي للسياحه. خلينا نشتغل على السياحه الداخليه الاول، وده هو من نفسه هيبدا يعمل فائض زي ما بيقولوا حضرتك، قوه الدول الخارجيه هي فائض قوتها الداخليه. فاذا اشتغلنا اعتقد انه من الافضل والاكثر صوابا في المرحله دي، بدل ما نشتت نفسنا فكره جهود دبلوماسيه لرفع تحذيرات السفر لمصر، ممكن احنا نشتغل كويس قوي على السياحه الداخليه، لان احنا اكتر ناس ادرب الوضع بتاعنا، واحنا عارفين ان ما فيش مشاكل في مصر. فاذا اشتغلنا في ده واذا نجحنا في ده، السياحه الخارجيه يعني هتكون كويس. خليني اقول لحضرتك حاجه يا استاذ رامي، انه بالفعل وزاره السياحه اشتغلت على ده، والحقيقه ان هم عاملين رقم دلوقتي وزاره السياحه مع شركات الطيران المصريه، عاملين زي يعني رحلات معينه مخفضه لاماكن كتيره جدا في مصر الحقيقه، منها شرم الشيخ، منها الغردقه، منها الاقصر واسوان زي ما حضرتك كنت لسه بتذكر. فالحقيقه احنا بلدنا جميله جدا، واي حد فينا بدل ما بيسافر بره وبدل ما بيروح يصرف فلوس قد كده، احنا عندنا كل حاجه الحقيقه في بلدنا الجميله، اذا كانت شواطئ، اذا كانت اماكن، اذا كانت رحلات ثقافيه، اذا حابين يعني كل ده الحقيقه متوفر. وبالفعل افتكر ان الوزاره ابتدت تشتغل على ده. ماشي. في عندي تعليق صغير كمان على نسيت اقول لحضرتك على الخبر بتاع الحوار بتاع دكتور مخيون عن حزب النور في البدايه. هو كان اتكلم عن لجنه تعديل الدستور. فلجنه تعديل الدستور هو بيتكلم ان هي لجنه غير متوازنه. او في الحقيقه بس عايز اقول حاجه، انه يعني الاصل في لجان تعديل الدستور هو وجود خبراء، مش وجود واحد من كل حاره، وهو مش فرح احنا بنقط فيه، يعني وجود خبراء متخصصين في كتابه الدستور. طبعا الحاجة الثانية ان هو بيتكلم عن عدم توازن اللجنة على اساس انه التيار الاسلامي مش ممثل. الحقيقة انه الاسلام نفسه ممثل بالازهر، اللي هو الجهة الوحيدة المنوط بها التحدث عن الشريعة وعن مصلحة مصر فيما يخص هذه الامور. انما هو الحقيقة يعني هو يقصد اعتقد يعني ان هو الارهاب مش ممثل، يعني احنا مش هنجيب عاصم عبد الماجد مثلا ولا عبد الزمر، هو الارهاب مش ممثل بس الاسلام حقيقة. ممثل حقيقة. فهو الحقيقة لجنة متوازنة جدا، فانا حبيت ارد عليك. حقيقي واعتقد ان اعتراضهم على دكتور كمال الهلباوي كمان ما كانش في محله بالمره، لانه علشان نشق عنهم يعني، عشان نشق عنهم. لان دكتور كمال الحقيقه يعني كان ليا شرف وكنا قابلناه اي حد كده معتدل بيبقى افكاره بالظبط، اي حد معتدل عند هذه الطيارات اما خائن اما كافر، حقيقي مفيش وسط. حقيقي الارهاب هو الحل غالبا. هو الحل. طيب نقل لواء الباز من السجون يثير عاصفه الجدل. مش عارفه بصراحه بيثير عاصفه الجدل في ايه. ده هنا في يعني هي الجمهوريه ذكر الخبر والوفد والمصري اليوم. اللي بيعنيني في الجمهوريه ان الجمهوريه لم تتحدث عن الواقع من البدايه، واستنت لما يبقى في عاصفه من الجدل عشان تنزل خبر. أيوة. فالصحف القوميه يعني احيانا بشعر انها مش موجوده معانا، فيعني لعل المانع خير. الحاجه الثانيه انه الوفد كاتبه انه بناء على او استجابه للحمله الصحفيه اللي شنتها الوفد حدث ده حقيقي، بس انا بحب اشير بس ان اول من اشار للقصه هو زميلنا يسري البدري رئيس قسم الحوادث المصري اليوم، هو اول من اشار لهذه القصه. أوكي. بعد كده التقطت الوفد ببراعه، زميلنا محمد عبد الفتاح التقط ببراعه الخبر وعمل حمله رائعه طبعا. لكن المصري اليوم اللي هي الجريده المستقله والوفد الجريده الحزبيه عايشين معانا في مصر وعارفين الاحداث، لكن الجريده الحكوميه اللي يطلق عليها مجازا قوميا اللي هي الجمهوريه ما كانتش اخده بالها من القصه لغايه ما حصلت عاصفه من الجدل. فيعني خدت بالها. يعني بنتمنى ان هم ياخدوا بالهم مما هو اقل من العاصف شويه. اوكي، نعلق بقى على الخبر بعيدا عن هو فكره القومية. الحاجه المهمه في الخبر ده انه اللواء الباز طبعا هو طبعا طلع وانكر الواقع، لكن هي اصبحت امر واقع وتم يعني نقله بناء عليها. القصة دلوقتي قصة ان احنا بنعمل محاكمة
لتيار معين افسد هذا الوطن. ايوه التيار ده مش هينفع ان انا احاكمه جنائيا بس، التيار ده لازم لابد ان انا يعني اجفف المنابع بتاعته ماديا وامنيا. فاذا كان في ناس في المؤسسات بتساعد هذا التيار وده امر منطقي وطبيعي، واللي يقول ان المؤسسات كلها ما فيهاش مثلا حد بيساعد الاخوان ده يبقى موضوع لا يعني طبعاً. واحنا اصلا تم اختراقها واحنا في اعتقد حضرتك اتكلمتي اتكلمتي عن خبر لان هي كان مخطط تمكين. الناس لازم تفهم ان احنا كنا بنواجه مخطط تمكين. في خبر حتى حضرتك اتكلمتي عليها هنعلق عليه لاحقا بتاع السويد بتاع المهرجان السينمائي. أيوه. ده برضو واضح ان في مشاكل كمان في وزاره الخارجيه هنتكلم عليها بعد شويه. لكن المهم دلوقتي انه مش مستنيين لما لواء شرطه يعمل مخالفه معينه علشان ننقله. الشرطه اعتقد عندها قدره ان هي تعرف اتجاهات كل شخص طبعاً. احنا ما بنطالبش باقصاء الناس ولا انه الناس محاكمات تفتيش تحاكم على نواياها، لكن اللي عمل شيء معين يستحق العقاب عليه لابد ان يحاسب. أكيد. ان الاوان نفتح تحقيقات أكيد. في السنه السوداء اللي مرت على مصر لازم تفتح تحقيقات في كل المؤسسات. افتكر انها هتفتح قريبا يعني أعتقد ده يعني منتظرين يعني يمكن الوقت المناسب هو مش متخلص يعني بس هو فكره الوقت دي يعني احنا تاخرنا في فضل الاعتصامات وتاخرنا في حل الاخوان لسه ما عرفش الموضوع هيستقر على ايه. فكره التاخرات دي فكره الايدي المرتعشه والشلل العاش اللي عند المسؤولين ده مش هيبني دوله ابدا. ده مش موضوع يعني مش مواصفات المسؤولين اللي بتبني الدول بعد الثورات. بعد الثورات بيبقى في حسم واحنا بنقول انه حسم بلا عنف. احنا مش عايزين عنف ومش عايزين اقصاء، احنا عايزين حسم في التعامل مع الامور، لان اذا حاولنا نرضي كل الناس اللي هيخسر في الاخر هو مصر. محدش هيرضى ولا هيخسر هو مصر حقيقي. وارضاء كل الاطراف ده يعني امر مستحيل اصلا طبعا. السعوديه والامارات في مصاف الدول العشرين الاكثر تنافسيه. ده خبر يعني خبر سعيد بالنسبه للدول العربيه ان السعوديه والامارات بتدخل في مصاف الدول العشرين الاكثر تنافسيه. بس طبعا الخبر المحزن بالنسبه لنا ان مصر تراجعت 11 مركز، يعني بقت دلوقتي في 118. طبعا نتيجه الاحداث الامنيه وعدم الاستقرار اللي بنمر بيه. بس انا الخبر ده بيهمني الحقيقه انه نلاحظ انه الدول العربيه اللي دخلت في مراكز متقدمة في تقرير التنافسية هي دول لا تطبق الديمقراطية. وآن الأوان إن احنا نفهم إن الديمقراطية مش غاية، الديمقراطية وسيلة. وسيلة لتحقيق الرخاء والنمو والمساواة والعدل. فإحنا ما بنعملش ثورات وما يعني ما بيكونش المفروض إن يكون كل اهتماماتنا هو إقامة الديمقراطية. الدول دي ما عندهاش ديمقراطية، عندها ما يعرف بالحوكمة. مصر في المرحله دي محتاجه حوكمه. الحوكمه باختصار اللي هي الحكم الرشيد يعني، وليه معايير معينه في اداره المؤسسات. وعشان كده احنا اخترنا الخبر الاخير بتاع الصفقات اللي غيرت مجرى التاريخ هنربطها بالاقتصاد. لكن الفكره في الموضوع ان احنا ان الاوان نتامل تجارب هذه الدول. الدول دي ما عندهاش ديمقراطيه لكن عندها حوكمة. خلينا نكلم الناس شويه بعد كده يعني نوعي الناس بايه هي الحوكمه وهل تصلح في مصر ولا لا، وهل الديمقراطيه حقيقي تصلح في مصر بالشكل بالنموذج الغربي ولا لازم يكون عندنا نموذج يعني خاص بينا زي النموذج الهندي مثلا. فده موضوع طيب احنا يعني الحقيقه استاذ رامي وقت الفقره انتهت. بس حضرتك تمام. ممكن يعني لو في حابب تعلق على اي خبر من الاخبار؟ لا ابدا. ممكن في كلمه كل خبر في كلمه ان الضبطيه القضائيه للامن الاداري بالجامعات ده موضوع مش المفروض ان هو يحصل. الضبطيه القضائيه ما بتكونش للمدنيين ودول موظفين مدنيين في النهايه ومش هيكون عندهم كفاءه. اذا كان الشرطه عندها مشاكل ما عندهاش كفاءه في التعامل مع الناس يبقى دول هتحصل مشاكل كتير. الحاجه الثانيه انسحاب الوفد المصري، السفير المصري احال الوفد المصري في مهرجان الفيلم العربي في السويد لرئيس الجاليه المصريه. رئيس الجاليه المصريه كادر اخواني معروف جايب من 20 ل 50 واحد من حماس وواقفين يعتدوا على الوفد المصري. فمش عارف وزاره الخارجيه لازم يعني يبقى لها وقفه في الكلام ده. اخر حاجه أخيراً. الصفقات اللي غيرت تاريخ الكوره يعني انا لاحظت بس في الخبر ان ميزانيه ريال مدريد تكفي يعني لسد عجز الموازنه المصريه لسنوات كتيره قادمه. فاحنا عايزين نعرف الانديه دي بتعمل ايه في الاداره وفي حوكمه الاداره علشان نقدر ان احنا نستفاد من هذه التجربه. محتاجين نشوف رياضه الحقيقه وكره اكتر من كده شويه. محتاجين يعني ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله. احنا عندنا تفاؤل، احنا دايما بنتفائل. الاستاذ رامي عامر انا بشكرك على وجودك معانا النهارده ونشوف حضرتك اكيد مره ثانيه ضيف عزيز في نهارك سعيد. مشاهدينا الكرام دي كانت متابعه لاهم الاخبار اليوميه ومتابعه لاهم عناوين الصحف لصحافه 5 سبتمبر 2013. خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا معاكم. خليكم معانا.